زي ما تفضل الأستاذ شريف ووضح تفاصيل البلاغ المقدم من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك لإثارة الفتن كالعادة كالعادة. إن شاء الله يكون في وقفة، إن شاء الله يكون في وقفة كبيرة كمان من الدولة ورجال القانون. داخلين على بطولة كبيرة جدا، بطولة الأمم الأفريقية، وإحنا بنتقدم خطوات لقدام، مش عايزين أي حاجة ترجعنا، مش عايزين شخصيات ترجعنا في العموم، مش عايزين فتن بين الجماهير. إحنا في الأول وفي الآخر إحنا أول ناس بندافع عن أي حد، وحصل قبل كده دافعنا عن أي حد وشفته أمثلة. لكن بيجي لك وقت خلاص كده كفاية، يعني الكبير دايما بيستحمل، الكبير دايما بيسكت شوية، كبير قوي ده طبيعة الإنسان الكبير. لكن لما يجي لك خلاص بقى فاء الصبر وفاء الحدود وفاء كل حاجة بصراحة، وتعدى كل الخطوط الحمراء، لا يبقى أكيد يبقى في وقفة، وتبقى في وقفة قوية جدا، وأكيد رجال القانون عمرهم ما يسمحوا بمثل هذه التصرفات الصغيرة جدا. كان ده أول خبر كان مع الأستاذ شريف فؤاد، ووضحنا فيه حقيقة البلاغ المقدم من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك.